السلام عليكم. حمض الهيالورونيك اسيد اهميته وفايدته بالنسبه للبشره وللجسم، ركز معانا في الفيديو وتابع الفيديو للاخر عشان تستفاد من المعلومه ان شاء الله. وزي ما تعودنا لازم نعرف ايه هو الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد دي ماده بتتواجد بشكل طبيعي جدا في مناطق مختلفه في الجسم، ولكن بتزداد تركيزها بشكل خاص في سوائل معينه داخل الجسم، على سبيل المثال منطقه العيون والسوائل الموجوده داخل المفاصل. ويعد الهيالورونيك اسيد احد اهم المواد التي تتمتع بخواص مرطبه طبيعيه. ليه؟ علشان الجزيئات بتاعه الحمض بتعرف ترتبط بعدد كبير من جزيئات الماء الموجوده داخل الجسم، وده بيؤدي الى زياده ترطيبه. ولكن المشكله اللي دايما بتواجهنا ان مع تقدم العمر بيحصل تناقص في انتاج بعض الانواع المهمه من الهيالورونيك والكولاجين داخل الجسم، وده بيؤدي الى فقدان الجلد مظهره المشدود ورطوبته التدريجيه. ومن هنا بتيجي اهميه هيالورونيك اسيد بالنسبه للبشره. لما احنا بنستخدمه مبكرا في سن ال 24 ده بيدي فعاليه لمقاومه علامات تقدم السن وتاخير ظهور التجاعيد والفاين لاين والترهلات في البشره. وطبعا فعاليته بتختلف طبعا زيه زي اي مستحضر تجميل من شخص لاخر على حسب العوامل، سواء الجينات الوراثية او مدى التعرض لاشعة الشمس. 2 مهمته القوية في ترطيب البشرة، وده بسبب ان احنا قلنا جزيئات الحمض ده بتعرف ترتبط بكمية كبيرة من الماء، فبتعمل ترطيب قوي جدا للبشرة. كمان من ضمن الفوائد بتاعته اللي هو بيعمل رفع وشد للبشرة، وبيحسن مظهر منطقة محيط العين، وبيعمل ترطيب وتحديد للشفايف، بيديها فوليوم كويس جدا، وكمان بيعمل تخفيف لحدة الخطوط الرفيعة حول العين ومنطقة الدقن. كمان له الفعالية الكبيرة ان هو يساعد في تسريع من تعافي الجروح. وطبعا زي ما قلنا ليه استخدامات اخرى بالنسبة للجسم ومشاكل كتيرة في الجسم هنقولها في فيديوهات تانية ان شاء الله. وبيستخدم مرة واحدة في اليوم كافية جدا على البشرة، ممكن نستخدمه مساء. وطبعا زيه زي اي كريم او مستحضر عناية بالبشرة ممكن يحصل عند بعض الحالات النادرة جدا رد فعل تحسسي للمكونات، وبالتالي نتجنبه. شكرا.